أكد عدد من بحارة البحرين أن دوريات خفر السواحل القطرية تتعمد استهدافهم عند قيامهم بمزاولة مهلتهم في عرض البحر من خلال اعتراضهم بالقوة واتخاذ إجراءات قسرية بحقهم، وهو ما كبدهم خسائر جسيمة قطعت عليهم أرزاقهم. بخصوص قطر يعني وأذيتنا وياهم صراحة، واجد تأدينا وياهم صراحة، يعني يدورون البحرينيين دوار ديول وأذونهم صراحة في رزقهم، واحنا نروح ترزق الله، يعني احنا ما عندنا اي شغله ثانيه غير ترزق الله، يعني وهاي شغلتنا وشغله الاباء والاجداد بعد، وين نروح؟ متعودين على البحر من يوم احنا صغار، متعود على البحر صوب من العرشان البحر، في الديبل كنا نبحر، في الكايد كنا من المناطق بحرناهم، يعني فيعني صراحه اذا يصيدون واحد من البحرينيين، خصوصا انا نصيت منهم بعد، كانوا يذلونا مذله، يعني نقول يعني مره من المرات انا جولوني صح ما ودونا رويس، لكن تقريبا قعدت نجول في الدورية 5 ساعات تقريبا تعهد في البحر وبهدالة، وكان بيدعمنا، يعني كان يعني ما وقفنا كان دعمنا، فيعني ما لي داعي هذا كله صراحة، يعني واجد واجد تأدوا الشباب من سالفة قطار، سالفة يعني إذا ما توقف بالتهديد من طق عليك وهالسوالف، يعني طبعا انا مو انا على ظهر البونص، اللي هو النوخذة معها 3 عمال، يعني هو النوخذة بالعمال 4، وحكموا علينا تقريبا ب 5000 دينار الغرامة، 5000 تقريبا، هذا عقب 4 شهور من التجويدة، مسكوا البونص هذا حكموا عليه ب 5000 دينار، مو انا اللي على ظهر البونص طبعا، العمال، وهي تضرر 4 شهور بدون بحر، بالإضافة إلى الثلاجات اللي على البانوس شالوها، الغسول غزلين أو 3 شالوهم، والصيد طبعا ما أول يوم المسك فيه أخذوه يعني.